فيهم هما ايه؟ هما حاجتين. الارتفاع خلاص والايه والزاويه. كل ما تكون الزاويه دي قريبه للزاويه القايمه كل ما يكون ايه؟ كل ما يكون الفاكتور اوف سيفتي ده ماله؟ هيقل. خلاص؟ يعني كل ما تكون الزاويه دي واقفه قوي كل ما تتوقع ان السلوب ده هيحصل له ايه؟ هيحصل. وبالعكس بقى كل ما تكون الزاويه دي نايمه قوي واخد بالك؟ كل ما يكون الايه؟ كل ما يكون السلوب ده ايه؟ مور ستيبل. تمام؟ طيب فلنفترض ان انت محكوم بزاويه معينه. فلنفترض مثلا ان انت محكوم هنا المشروع طالب منك زاويه هنا معينه مثلا 70 درجه. خليني قبل ما اتكلم دلوقتي في السور ريفورسمنت انتوا كنتوا بتحلوا سوبر السبريت ده ازاي؟ كويس جدا. انت بتفرض مراكز مختلفه خلاص وتقعد تعمل ايه ترايل ايه ترايل ويج اقل فاكتور اوف وفي برامج طبعا الكلام ده بيبقى صعب شويه ايه بيبقى صعب شويه مانيوالي حتى كده بقى في برامج اصلا للسلوب بس كده خلاص حتى في برنامج اسمه جيو سلوب ده هو بيعمل يقعد يعمل انت بس تديله بس شكل السلوب تديله ارتفاعه قد ايه الزاويه بتاعته انت عايزها قد ايه خصائص التربه يقعد يعمل ترايلز كتيره بقى الترايلز كتيره دي بقى يطلع منها بايه ها هيطلع اقل ايه يطلع لك المينيمم دايما في السلوب سيفتي يطلع لك حاجه اسمها المينيمم ايه المينيمم فاكتور اوف سيفتي يقول لك ان المينيمم فاكتور اوف سيفتي مثلا 1.1 خلاص طالما 1.1 طالما اكبر من 1 يبقى الامور ايه يبقى الامور سيف خلاص حلو كده طيب فنفترض انت جيت حللت عند 70 درجه ده وبالصدفه وقعت على ترايل ويج عندك الفاكتور اوف سيفتي ماله ايه قال يعني انسيف خلاص فبالتالي بقى ايه وفين هو بقى ترايل ويج ده ترايل ويج اهو خلاص بس انا عايز 70 درجه دي. طبعا انت ممكن تعمل ايه كان الحل البسيط الاول تعمل ايه ال 70 دي تخليها مثلا 60 وتحل تاني من جديد خلاص بقى سيب لكن انت محتاج ظروف الموقع عندك او ظروف المشروع بتاعك ان انت محتاج ال 70 درجه محتاج الجيومتري اللي قدامك ده طيب من هنا بقى لجأنا للايه بقى للسويل ايه للسويل رينفورسمنت طيب تعالوا قبل ما نستخدم السويل رينفورسمنت فنفترض ان احنا عندنا المساله دي نقطه او خلاص اهو وده عندك كده دي عندك دي الفاونديشن سويل يعني فاونديشن سويل خلاص احنا خدنا على الكلام ده يعني انت هتعمل الاسلوب ده خلاص على الارض الارض كانت خصائصها ايه الجامعة مثلا بتساوي 20 كيلو نيوتن على متر مكعب الفاي 0 السي هيساوي 18 كيلو باسكال ده 10 متر خلاص ده فيرتيكال لاين ده عشان تحسب منه ايه ذراع الايه ذراع العزل
احنا بتأثير الوزن. دي المسألة اللي قدامنا دلوقتي قبل ما تحط السور رينفورسمنت، وقلت لك اعمل لي تشيك على التاير ويدج ده، هتعمل ايه؟ هجيب كل اليد واجيب الوزن بتاعها كويس، اخد المومه بين او كويس، بعد كده اشوف اللي عندي بقى اذا كان هنا مفيش احتياج هي بس طيب. السي انت خلي بالك زي خلي بالك انت عندك حاجه اسمها درايفنج فورس او درايفنج مومنت، وعندك حاجه اسمها ريزيستنس ايه. طيب دلوقتي درايفنج مومنت ايه اللي هيخلي السلوب ده يتحرك؟ الوزن. ويحصل الوزن خلاص. حلو قوي. طب مليني كده يعني، لو قلت في الاول كده خالص without reinforcement خلاص، يبقى الفاكتور اوف سيفتي هيساوي ايه؟ ها الريزيستنت مومنت اللي هو هيساوي كام بقى؟ السي في المحيط بقى اللي هو بتاع. هل هنا خلي بالك لما تراجع كده الاسلوب الستابيليتي، حل اسلوب الستابيليتي خدته في سنه ثالثه، خدت فيه شويه طرق صح؟ ايه هم؟ اشهرهم الليمت ايكوليبريم مش كده؟ طيب ايه كنت بتحل بطريقه ايه؟ لو انت عندك التربه كلها كلي فيها كوهيجن بس خلاص، يبقى هي قوي سهله ايه؟ سهله قوي بالطريقه دي، ان انت بس هتجيب طول القوس وتضربه في الايه؟ سوبر كوهيد، لان هو الاحتكاك اللي ما بين، لان ده لما يحصل له انهيار كده هيحصل له انهيار على السطح ده. السطح ده اصلا ايه القوه اللي بتقاوم عليه؟ هو قوه الفريكشن خلاص، او الكوهيجن اللي ما بين الايه؟ اللي ما بين الاثنين. يبقى نقدر نقول ان الريزستنج فورس او الريزستنج مومنت هيساوي ايه؟ قيمه الكوهيجن في الايه؟ في الايدين. في كام؟ في الار. في كام؟ خلاص انا عايز احسب مومنت في الار. خلاص يبقى انت عندك السي في طول القوس، يبقى كأن الفريكشن ايه؟ جاي كده صح؟ الفريكشن جاي كده مضروب في كام؟ في 21. انا مسهل عليك الدنيا خالص اهو، ومديك الزاويه دي 34 خلاص، وبقيت الزاويه دي كده 70. قول لي بقى تعمل ايه؟ هي السي ده 15 وطول القوس 21. في شباب عايز الناس الباقيه تركز خلاص. احنا عندنا الريزستنج فورس بسبب كام؟
قيمة الكوهيجن بتساوي كام؟ 15. وطول القوة وسرعة القصة بتساوي كام؟ 21. ايه القانون بتاعه؟ ار سيتا مش كده؟ بس سيتا هنا بالايه؟ بالراديان مش كده؟ خلاص يبقى انت عندك السيتا بتساوي كام؟ 34. يبقى خلاص تحولها راديان خلاص يبقى انت عندك ار سيتا جبت ايه؟ جبت طول القوس. طب خلي بالك ان هنا القوس مقسوم ايه؟ جزئين. مقسوم جزئين. ليه قسمناه جزئين؟ بالظبط عشان هنا في سويل مختلف عن الايه؟ مختلف عن السويل الثانية. هنا برضه هجيب طول القوس اللي هو يساوي كام بقى؟ اللي هو ار سي تساوي كام؟ 70. 70. بعد كده طول القوس هضربه في كام؟ في 20. وده عزم هو لان يعني كلها على نفس الايه؟ على نفس الدايره. ده عزم كام؟ 21. خلاص؟ يبقى ده من الزاس الجاي درس السيتورس. طبعا احنا بنراجع حاجات قديمه دلوقتي. طيب كويس جدا. عايز دلوقتي بقى الدرايفنج فورس. جيب مركز الوزن. اول حاجه بقى قال لك ايه؟ قال لك ده مركز الوزن اهو مكتوب لك مباشره اهو. قال لك الجزء ده لوحده الاريا بتاعته بكام؟ ب 60. خلاص عشان تجيب الوزن اضربها في ايه؟ 19. اللي هي بكام؟ 19. خلاص السي جي هو ادهولك ادالك ان السي جي بعده عن نقطه الضوء بيساوي كام؟ 12.5. يبقى انت هتقول بقى كام؟ ال 60 19 في 12 ونص. في 12 ونص. في حاجه تانية؟ الجزء اللي تحت ده معلش بس انا لازم بسكيل يعني مخرف شويه في السكيل بس هو السي جي بتاع القوس ده منطبق مع ايه؟ منطبق مع ايه؟ الاسقاط بتاع نقطه طبعا الشكل اللي انا عامله ده مش منطقي بس اعتبر ان السي جي بتاع الشكل ده جاي مع نقطه ايه؟ جاي مع نقطه او. يبقى انت كده عندك يبقى ده العزم هنا بكام؟ 0. خلاص طيب وانا مديك الاريا دي ومديك الايه ومديك الاريا دي تعال نشوف بقى الايه الفاكتور اوف سيفتي خلينا نعملها كده بالتفصيل احسن لو قلت لك ان دبليو اي بي اي دي هيساوي كام 60 في كام في 19 مظبوط هيساوي 1.40 على المتر ليه على المتر كل متر على الاسطول ده ماله؟ مستمر خلاص؟ طيب عندنا برضو دبليو الدي اي اف جي هيساوي 55 في كام؟ في 20 الكلام ده هيساوي 1100 ماشي؟ 60 في 19 ال ال اي دي هيساوي كام بقى؟ ار سيتا مش كده؟ طيب ار سيتا هيساوي نقول مثلا اللي هو كان كام 34 ماشي ممكن 34 على 180 باي 21 ده يساوي كام 12 انا هنا ما عملتهاش ارصيد عملتها ايه نسبت الزاويه للايه هي ارصيد الولد دي ار سيتا هي ار سيتا هي ار سيتا صح انا حولتها ريدي صح انت ممكن تحولها لمحيط الدايره وتنسبها 34 بالنسبه ل 300 34 بالنسبه لكام؟ ل 360 ماشي وبتعملها نسبه وتناسب ال دي اف هيساوي كام؟ 70 على 180 في الباي في كام؟ 21 هيساوي 25 وكام؟ 7.10 متر. طيب يبقى الفاكتور اوف سيفتي هيساوي كام بقى؟ هيساوي W.
كام بقى؟ 6 تمام؟ هيساوي 13 56 على 14 52 هيساوي 9 6 4. مقبول ولا غير مقبول؟ نوت اكسبتبل. خلاص؟ على حسب بقى الفاكتور بسيبت اللي انت عايزه. ماشي؟ يعني ممكن واحد يقول لك انا عايز مثلا 1 1 من 10. خلاص؟ يعني بلاش تربطها دايما بالايه؟ بقى يبقى ممكن تقول اقل من الفاكتور بسيبت ريكواير مثلا. خلاص؟ اذا نيجي بقى نفكر دلوقتي في الايه بقى؟ في تسليح الطلب. خلاص؟ اول طريقه، اول حاجه بنفكر فيها ان احنا ايه؟ ان احنا نعمل طبق هنا تحت الاول. هو ايه فكره الاسلوب؟ الاسلوب ده او ايه فكره التسليح؟ فكره التسليح دي هيزود لك الريزيستنج ايه؟ بقيمه اسمها كام؟ كل تنشن في المسافه بتاعتها فوق. حلو قوي. يبقى كل ايه؟ يبقى انت لو عندك الاسلوب كده خلاص، وعندك اي طبقه تسليح، وعندك الطبقه الثانيه، وعندك الطبقه الثالثه، ثلاث طبقات مثلا. خلاص؟ وعندك هنا نقطه ايه؟ او دي نقطه او. عندك كل طبقه هيبقى فيها ايه؟ قيمه الايه التنشن بتاعها، صح؟ طيب التنشن دي هتضرب في كام؟ في واي، اللي هي الايه؟ المسافه من اول طبقه التسليح لحد الايه؟ لحد نقطه او. خلاص؟ قيمه التنشن دي اللي هي زي اللي احنا خدناها الايه؟ المحاضره اللي فاتت. خلاص؟ فلنفترض مثلا يوز الحل الاولاني بيساوي كام؟ 40 كيلو متر لكل متر طبعا. احسبها لي كده بقى. يبقى الحل الاولاني او الطريقه الاولانيه يوز اجيوتك ستايل الونج ايه؟ سيرفيس اي دي. يعني هاخد بس واحد هنا كده الاول. هنا هيتولد طبعا الاسلوب عايز يبقى عايز يجري كده، صح؟ ده من ضمن الحاجات الايه؟ اللي ماسكاه مدياله فيه تنشن هنا. التنشن هنا بيساوي كام؟ قلنا 40. تضرب 40 في كام؟ 17. جرب كده وشوف تطلع بكام؟ هو هيبقى التنشن في كل سيك يعني كل طبق تسليح قد التاني. انت احنا زي ما قلت لك من شويه احنا بنشتغل ايه؟ بنشتغل ليميت ايكوليبريم. يعني انت بتعتبر ان كل حاجه ايه؟ ان كل حاجه اشتغلت لحد الماكسيمم. وده الكريتيكال اللي عندك. انت هيفضل يشتغل لحد ما اذا عدى المكسب هيحصل ايه؟ هيحصل انهيار. خلاص؟ الفريق هيبقى فيه موبيلايز فريكشن والدنيا كلها تتحرك. هنا يطلع كام بقى؟ هتعمل ايه هنا؟ هتساوي كام بقى؟ يبقى الفاكتور سيفتي هنا هيساوي كام؟ واحد. طب قولوا لي كده هيبقى يساوي نفس الرقم ده، صح؟ ماشي. نفس الرقم ده اللي هو 13 650 زائد كام؟ زائد 40 في كام؟ 17 على كام؟ على نفس الرقم هو اللي هو 14 250. يطلع بكام؟ كده مثلا ولا واحد بالظبط؟ واحد وتكون يساوي 5 6. طيب برضو انت هتبقى قابل انت القصه دي. دكتور هو ليه ما قسمناش فيها على الفاكتور سيفت اللي كنا واخدينها في ال ما هي ال 40 دي خلاص مقسومه على كل حاجه. يعني دي التي الاول. انا كده اخدت التنشن اللي هو ال 40 ده اللي هو في طبقه التسليح بس طب هو
لك اول حد قال لك شوف لي الاول لو انت تعمل طبقه تسليح ده بس فين طبقه التسليح ما بين الاثنين ما بين التو سورس ماشي ما يعني في الحته دي كده وشوف وشوف الاخبار ايه ماشي ان ممكن نقول هنا برضو ايه نوت اكسبت ستيل برضو ايه نوت اكسبت طيب قال لك بقى ايه قال لك طب شوف لي بقى الحل اللي بعد كده ان انت هتعمل هتمشي بطبقات التسليح كل واحد متر لحد اخر الاسلوب يبقى انت كده عندك كام طبقه تسليح بقى كده 10 جوه 9 يبقى انت عندك 9 0 9 يبقى واحده في الاول واحده في الاخر لا لا كله بقى ما هو بقى المساله قلت لك كده قلت لك بقى حط لي بقى في كل بقى طبقه تسليح كل واحد متر طبقه التسليح طلع لي بقى الفاكتور سيفت بيساوي كام يلا اشتغل كده كل واحد متر بس الصفحه الاخيره مش عليه هو نفس التنشن هو نفس النوع بالظبط هو نفس النوع جيت السايت ماشي يوز ممكن امسح دي طيب عشان بس تبدا من 17 لغايه 8 صح لا 7 ما فيش زائد 40 بكام 17 ها 15 ها 13 ها 13 1 2 3 0 8 1 2 3 9 8 بس خلاص كده على كام بقى على 1400 14 250 يطلع كام في الاخر 1 2 3 1 كده ماشي كده اكسبتبل بتحسب فاكرين اخر محاضره خدناها في شيء طيب قلنا ان شبكه الفلو بالظبط كده الفلو نت هو ده اللي هتحسب منه الايه ده اللي هتحسب منه ضغط الميه وهيخش معاك بقى في المعادله دي خش معاك في المعادله الرئيسيه خلاص ان شاء الله في وقت في الترم ممكن نبقى ايه لا مش هو دي جوه الحيطه عامله ضغط عامله بور ووتر بريشر بيتكلم ان دردنا على فكره انت ممكن تكون ده اصلا ده موجود بس انت بتحفر كده انت عايز تعمل طريق وده اصلا موجود اوريدي بس انت عايز تظبط الميل ده تخليه كام ما نحطش لا مش هيبقى جيتو ستايل خالص بقى هيبقى تطير في حاجه اسمها النيلينج سلوب بقى هتمزمر بقى الموضوع خلاص طيب دلوقتي بقى الاساينمنت اللي عايزه منك بقى المره اللي جايه فلنفترض بقى ان في هنا فايل في فايل قرن اسم بقى مركب الاسم ايوه دي كده بنسميها زمان الميثود اوف ايه الشرائح ها بالظبط كده طريقه الشرائح او الميثود اوف ايه سلايد صح بسرعه التقسيم لو انت عندك فايل بقى لو انت عندك بقى هنا فايل يعني خلي المساله بتاعتك بقى المره دي ان انت عندك فايل عندك الفايل تحت مثلا
بعشرين درجة. خلي دي مثلا ب15 ودي مثلا ب10 دي مثلا ب10 والسي مثلا ب10 والسي هنا ب12 انا عملت فين السي سي هنا ب12 ونفس الجامعة كانت الجامعة هنا بكام يا شباب؟ كان ب 19 18 كام؟ 20 دي المسألة حلال دي المسألة حلال في الايه في الاسايمنت بتاعك الجديد نفس الزوايا دي كده بس دلوقتي مع اختلاف الايه طبعا ترجع بقى الميثود سلايز بقى كنت بقى انت عندك كان زمان كنت بتعمل ايه بقى انت عندك الويدج اهو وتقسمها ايه شرايح وتجيب وزن الايه شريحه وزن الشريحه وتحللها ايه تمام بتحلل لا مايل عمود ومايل مماس للشريحه وعمود على ايه شريحه وعمودي على الشريحه خلاص تمام لو اعتبر في اصلا اول نفس الخطوات كده حلها الاول من الوداوت رينفورسمنت بعدين نعمل طبقه رينفورس تحت خالص وبعدين نعمل ايه وبعدين نعمل كل ايه كل واحد منهم هتبقى بقى طريقه الحل هنا بقى ايه هتبقى هتلاقيها بقى ايه يعني اطول بكتير هي لما تبقى طبقه واحده بس فيها كوهيجن يبقى على طول ايه الطريقه دي بتبقى اسهل مسألة جديدة عشان تكتب انت حتى سيدة في الكلام دكتور المكان اللي انا احضر اولها دكتور ايه حاجة ايوه معاك المسافة الافقية بس هتبقى كام عشان من ايه السماء من الستريبس يعني عشان لا المسافه من الاول حد مثلا الايه عشان انا دلوقتي عندي المسافه الراسيه بتاعتها عشان اوقع نقطه او يعني عشان ما اقسمها كده عندي المسافه الراسيه بتاعتها بس لكن الافقيه مش عندي بعد الابعاد يعني ايه بي او مثلا افقيه عشان ابدا اوقعها يعني بس عشان لما ارسم الشرائح انت محتاج ايه لا مش ايه اف جماعه انت محتاج ايه اللي سي جي بس صح عمر اي حاجه سي جي يعني نقطه نقطه طبعا هي دي معلومه لما اتهلك هتحل القصه دي انا بس نسيت اكتبها ان البيتا اللي هي الاسلوب انجل 50 خلاص كده الاسلوب انجل 50 ان شاء الله يقصد برضه لا هتيجي تحت انا متوقع سؤال هنا ما حدش لسه سالهولي ما حدش سالك حميد التسليح ده لحد فين كويس لحد فين برضه ابدا قيس كل مسافه دي برضه اللي ايه واللي النظر طيب هي تنفع في الاسلوب بقى انت عندك هنا احنا هنقول بقى ان التي مش ممكن يحصل ان الريفورسمنت ده يعني يحصل له بول اوت صح اه طب فانا عايز اطمن لان كل ما طول طوله كل ما يديك ايه يديك ريزيستنس اعلى صح طيب يبقى انت عندك طب وايه اللي بيحكم هنا التاو اللي هو الايه
الشير فورس او الاحتكاك ما بين الايه ما بين الجيو جريد او ما بين الجيو تكستايل والايه والصويل. طبعا هنا ما عندناش غير الايه السي الكوهيجن. طيب وانت عندك الجيو تكستايل ده ليه كم سطح؟ في فريكشن من فوق وفي فريكشن كمان من ايه في فريكشن من تحت. يبقى نقدر نقول هنا بقى ان الايه ان الاثنين في كام بقى هنقول ان ده مثلا من اول هنا لغايه هنا الانكورج لينث نسميه مثلا ال اي مثلا خلاص. يبقى انت عندك اثنين في التاو في ال اي في حاجه اسمها الافشنسي خلاص. الافشنسي بتبقى في حدود 8 من 10 خلاص او 80% خلاص. يبقى اثنين في التاو في الاي في ال اي هيساوي كام؟ هيساوي التي الاول في الفاكتور في سيفتي. الفاكتور سيفتي مثلا ده هيبقى مور جيفن ليد مثلا فنفترض ان هو 1.5 تعرف تجيب قيمه الايه؟ تعرف تجيب قيمه ال اي. طب يا دكتور هم ليه سطحين بس؟ ايه؟ الشير اللي هي السي هي بشكل عام هو الايه؟ السيجما في التام فاي؟ ايه؟ السي زي اللي هو الشير فورس ما بين الايه؟ مش انتوا عارفين عن الشير؟ ايوه اه الشير فورس ما بين الايه؟ ما بين السويل رينفورسمنت والايه؟ والسويل خلاص؟ ماشي يا دكتور هناخد السي بس او في فاي يعني السيجما في التام فاي لا بس هي الكوهيجن بس هو الفريكشن لو في فاي لو في فاي هنا في الصوره اه لو في فاي تحسبها طبعا الفريكشن برضه خلاص هنتكلم على المساله اللي قدامنا دي مش معقول يبقى خلاص يعني لو في فاي تبقى السي زي التام فاي ايوه يا دكتور هو ليه سطحين انهيار هنا؟ ايه؟ ليه سطحين قصدي احتكاك؟ انت عندك الورقه اهي ماسكها كده خلاص؟ في احتكاك هنا وفي احتكاك تحت ولا لا؟ تمام بس كده عشان في طب والفاي بتأثر ازاي؟ ايه؟ الفاي بتأثر ازاي؟ ما احنا قلنا ها زي سيجما تان فاي شوف الوزن بقى اللي عليه من فوق هتلاقي مختلف من طبقه لطبقه هتلاقي الوزن على طبقه دي كام؟ جامعه في كام؟ اللي هي في 10 تضربها في تان فاي هتلاقي بقى كل طبقه مختلفه عن الايه؟ يعني في فاكتور اسمه فاي بقى دخل معاك خلاص؟ واحد كان الشيء ده الافشنسي 80% بتاع كل واحد هو ده ثابت 40 مش قلت ان انا احسبه برده زي يعني ده الكباسيتي بتاعته ده 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 اعلى حاجه فانت بتحسب عليه خلاص انت بتحسب عليه وبتقول الطول المنطبق خلاص ليه دي كام عباره ولا كفايه كده النهارده هديكم موضوع تاني طب يا دكتور بس عاوزين تاخد الورق ده دكتور عشان المره يا دكتور هو لو التسليح جو جريد هيبقى برضه سطحين احتكاك ده حاجه ثانيه ايه جو جريد ده حاجه ثانيه مش سطحين احتكاك برضه جو جريد ده حاجه ثانيه ممكن تعمل برضه صح ممكن تعدي عليها بقى الاسبوع ده ادهم اديك الحاجات اللي هتصورها من الكتاب وصلتوا لحد فين يا شباب في الريبورتس؟ خلصتوا؟ لا مش اتحلناه لسه ماشي اتحلناه لا الريبورت الريبورت اللي احنا قلنا عليه اول السنه لسه شدوا بقى اسمين نفسكم مجموعات؟ لسه في مشكله في التقسيم خلصنا دكتور بعدين هو هيبقى عليه جزء كبير من اعمال السنه طب يا دكتور هو فين الترم يا دكتور؟ ممكن التلت فين الترم؟ ايه؟ فين الترم في المادة؟ اصل معظم المواد الاختيار يعني في ابحاث لا احنا عندنا من الترم عليه كام؟ 20 درجة؟ وباقي الدرجات كلها على الريبورت والاصل طب وش؟ طب ما الفاينل مثلا ايه؟ يعني الفاينل كده عليه درجات ايه؟ الريبورت اللي عليه 5 درجات ازاي؟ ده في اسايمنت كتير هيك النهارده سلم واحد هو كام هو دلوقتي احنا عندنا اعمال السنه كام 30 اسايمنت ده مش 30 ولا 40 ماده 30 ماده 30 ايوه
كمان في فاينل بقى. طيب انت عندنا يبقى عندنا 30 درجه، هنخلي 15 منهم ميد ترم خلاص، وخمسه اساينمنت و10 ريبورت. حلو ماشي ماشي. طيب نشوفكم ان شاء الله. لا لسه الدكتور مشروع في الاستراتيجي سيستم في مجال العمل مش النهارده، عشان انا جاي النهارده بس عندي معاينه في بريد اداب، ف هضطر امشي.